والحقيقة إنه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو جداً جداً ما بين الإنسان الحساس والإنسان القماص أو ممكن نقول النكدي، سواء راجل أو ست. ساعات كتير قوي بنبقى عندنا درجة عالية قوي من الحساسية وما بنعرفش نتعامل معاها، فأي كلمة صغيرة معدية بناخدها على نفسنا وبتأثر فينا وبتضايقنا وبتزعلنا، ونتحول من ان احنا مش بس ناس حساسة، لا احنا ناس كمان قماصة. وده الحقيقة بيتعب قوي قوي الطرف الاخر زي ما بيتعبنا. يعني انا لما اكون انسانة حساسة قوي، اي حاجة بسيطة معدية، كلمة رايحة كلمة جاية، حد كلمني بطريقة مش لطيفة او كان منفعل، فباخد كل حاجة على صدري وببدأ اعمل رياكشن للي بيحصل ده. وهنا بقى بتوع المشكلة، انا انسانة حساسة ولا انا انسانه قماصه ونكديه؟ لان لو انا قماصه وبتقمص كل شويه وبزعل كل شويه من كل كلمه بتتقال، هتحول ايفنتشولي او في النهايه لانسانه نكديه. فعايز اسالكم هنا بقى، عشان كل بني ادمين اللي بيتفرجوا علينا دول اللي عندهم درجه حساسيه عاليه قوي، لازم يوعوا للنقطه دي كويس قوي. الشخصيه الحساسه دي شخصيه مريحه ولا شخصيه متعبه في التعامل؟ متعبه جدا. انا مش معاكم، انا حاسس ان الشخصيه الحساسه دي مريحه، لانك وانس البني ادم فهم الشخصيه بتاعت الراجل الحساس او الست الحساسه دي، هيعرف يتعامل معاه من الحته دي. يعني هي زي، على فكره هي زيها زي العصبيه. الحساس بالنسبه لي ده بني ادم زي البني ادم العصبي، هتعرف تتعامل معاه ازاي؟ طب انت حساس؟ كلنا حساسين بس درجات. انت اني يعني لو تاخد كم من 10؟ أنا المواقف والكلام بيأثر فيا قوي. يعني ممكن أمثالك موقف قوي جدا، بس أفتكر لك كلمة جامدة قلتيها في لحظة عصبية أو بتاع، فمنساش خالص. وتنسى الحاجات الحلوة؟ أنسى لا، ما بنساش الحاجات الحلوة، ما قلتش كده، بس بقول إن أنا الحاجات المواقف، ويمكن بالذات بعد ما عرفت كنترول نفسي في حتة العصبية. يعني دلوقتي حد في رصيد كبير بينك وما بينه، ها، بس انت عمل حاجه زعلتك، تنسى القديم وتنسى الحاجات الحلوه؟ لا، ما بنساش الحاجات الحلوه، ما بنساش بس الحاجه اللي بتتقال اللي بتوجع البني ادم. يعني انا انت خلاص عارفه مثلا نقطه ضعفي 1 2 3، فاهمه؟ فتيجي مثلا في خناقه وبتاع تقومي قايله واحده منهم، اخسرك فيها دي، مش تخسريني، بس ما بنساش، بسامح بس ما بنساش، تفضل موجوده. وبعد كده ما تورينيش نقط ضعفك؟ لا عشان ما استخدمهاش بقى ضدك. طبعا تبقى واخد بالك. انا مش مقتنعه قوي بمقوله بتقول وان اي فورجيف اي فورجيت، يعني لا انا مش مقتنعه بيها خالص. لا مش شرط، دي ملهاش اي يعني، ملهاش المقوله دي بس نستخدمها ضد بعض، او يعني نستخدمها في صالحنا، لانه لا، اللي بيوجع ممكن اسامح عليه بس مش هنساه. طب انت شخصيه حساسه؟ جدا جدا. طب يا جماعه، هي الحساسيه الزايده دي جايه من قله ثقه في النفس مثلا؟ لا ملهاش علاقه. بس انا ساعات بحس ان الواحد لو واثق في نفسه قوي ومتحقق قوي، وساعات ما بيهموش بعض الجمل اللي بتضايق، او ما بيبقاش واقع قوي في منطقه انه كائن حساس او انه بني ادم حساس. لا ملهاش علاقه، مش مرتبطه. بس انا بعتقد ان الفنان لازم يكون حساس، او بطبيعته انسان حساس. هي درجات يا جماعه، الحساسيه برضو درجات. يعني عند كل واحد فينا موجوده متفاوته بقى طبعا في النسب. يعني تعرفين في دراسات بتقول انه الحساس دايما، الشخص الحساس ده شخص مبدع وذكي جدا اجتماعيا. يعني بيبقى عنده تواصل، مساحه تواصل كبيره مع الناس. انا احب اتعامل مع حد حساس، احب جدا اتعامل وبستفيد منه جدا، لان الحساس بيقول الحاجه من قلبه. لا يمكن هتلاقيه بيقول بس حاجة، بس اي كلمة بتأثر فيه. ما هي الكلمة بتأثر فيه، فعشان كده لو انت بتتعامل معاه بالطريقة اللي تريحه، هيبقى بيكلمك من قلبه جدا. والحساس فيه ميزة برضه، مع انه انسان متعب، ان هو زي ما هو حساس على نفسه هو حساس على الاخر. ما بالظبط، يعني هتلاقيه مع الاخر طبعا ما بيحبش يضايقه، ومع الاخر بياخد باله من كلامه، ومع الاخر حساس على زعله. فبيتهيالي انه برضه هو سلاح ذو حدين، هو متعب لكن هو كمان مريح بيتهيالي للاخر. حاولي تبقي حساسه الفتره اللي جايه. والله انا قلت ان انا حساسه. انا مش حساسه، انا عادي جدا، انا عاديه جدا. انت حساسه جدا؟ انا جدا بجد. والله حسيته كده طبعا. لا، انت مودريت قوي، يعني مش حساسه. لا بتهيألك ده اللي هي عايزه تفهمهولك. ما انا خلاص إيه؟ عرفت الشخصيه. انا حساسه. طب ايه اللي طب اقول لك حاجه على شيري. طبعا حساسه جدا. هي حساسه جدا مع اللي بتحبه، صح؟ ما هي فول ستوب. لا صح جدا، الانسان الحساس
بيبقى حساس في العموم، يعني ممكن مع حد مش مع حد قريب منه، هي حساسه مع القريبين منه قوي، القريبين جدا لقلبها، وبعدين دول ينحصروا في 3-4 اشخاص، لكن مع الاخرين لا هي مش كده. اه بالظبط، هي مش كده. لا بس ما اعتقدش البني ادم الحساس هيبقى حساس مع الناس الغريبه زي ما هو حساس مع القريبين. اه طبعا، يعني الكلمه اللي هتضايقه من القريب. انت برج ايه؟ انا برج سرطان. سرطان. اه انت عارف ان برج سرطان اكتر ناس حساسين في الابراج كلها. لا والله. اه اكيد مثلا يعني ممكن اتخيل ابني كده جدا سرطان. طب ما تيجي نسال سؤال. اسال يلا. هل من السهل تكسب صداقه شخصيه حساسه او بتاخد كل حاجه على نفسيتها؟ يعني لا بتالي صعبه قوي، صداقتهم صعبه يعني تكسبها. اه انا بتالي مش صعب تكسب صداقه شخصيه شكاكه، لكن حساسه لا ممكن تكسب. اصل الحساسه دي انت هتمر بمراحل كتير معاه، يعني كل كلمه كل كلمه لازم تبقى صبوره. لازم بالك بقى يبقى طويل وبتحبه قوي وبقى يعني باقي عليه شايف في حاجات حلوه علشان تقدر تستحمل كميه الحساسيه اللي انت هتقابلها. زي ما انا مستحملكم كده بعد اللي قلتوه عليا. طب كويس، يعني احنا طلعنا غاليين عليك. ما انتوا غاليين عليا طبعا، ده الفرق بيني وبينكم. انا لو كنت طلعت في برنامج واتكلمت عليكم، ما احنا لازم نتكلم عليك لان انت شريك اساسي في البرنامج. أيوة ازاي ما نتكلمش؟ ما قلتوش. طب كنت متوقع مننا ايه؟ يا لهوي. هنقول ايه بقى؟ هنقول يعني خضرا مثلا، يعني هنقول ايه؟ لا لا لا، انا مش بتكلم في جمالي على فكره ولا الحاجات اللي كده دي. صحابي في ظهري. هنقول ايه يعني؟ مش هقول لك تقولي ايه، المفروض تبقي عارفه تقولي ايه. مش انا ما ينفعش اقول ايه على فكره، بتزني على خربشك. بس يعني بتصير الدنيا تلف وتشوف. انا هسال، اتكلم عليكم كاصدقاء. طيب انا عندي سؤال. انا مش عارف انا ايه ولا انا ايه. هتتكسفوا على امكم انتوا عملتوا كده. الحمد لله الواحد ما بياخدش كل حاجه. طب انت قمص، حاسه ان انت قمص كده بتتقمص. لا انا بعرفكم، بس انا مش قمص خالص، مش زعلان منكم حقيقي. انت ايه الفرق بين الزعل والقمصان؟ على فكره لو زعلان ابقى بس انا مش زعلان، بس انا مصدوم. الفرق بين الصدمه والزعل. طب اقول لك، طب سؤال، ايه الفرق بين الزعلان والمقموص؟ هي واحده، هي مصطلح. لا لا، الزعلان ده بيزعل من حاجه معينه وعنده كونسبت وعنده وجهه نظر قويه جدا للزعل. طب المقموص ده بيتدلع؟ المقموص ده بيتقمص من اي حاجه. المقموص ده بتلاقيه كل شويه يزعل منك. اللي هو الحساس يعني؟ اللي هي الزعلات الخفيفه. انت لا بقى، اللي هي القمص. طلعي الحساس بره الموضوع ده خالص. الحساس اصلا ممكن ما يحس، يعني ممكن ما يبقاش عايز يتكلم في الموضوع. بس تحس انه زعلان. ممكن ما يعرفكيش. لا. هتحسي، ما انت هتحسي، عمره ما هيقولها. لكن المقموص ده هيبقى بيعمل حاجه جامده قوي عشان يوريكي انه زعلان. المقموص، صح، هي وجهه نظر برضه. طيب ايه اغرب خسرتوا حد عشانه؟ ما بخسرش حد عدد. اغرب، انا ما بكسبش حد عشان اخسره. لا ما بخسرش حد بصراحه، يعني مش او حد يعني افتي ان هو بعد عنك. انا فعلا انصدمت فيه، بس مش على طريقه احمد، يعني صدمه بجد. يعني هي مين اللي بتبقى، انا بالنسبه لي يعني هي الصداقه المزيفه اللي هي كل ما هو ظاهر قدامي رائع والحقيقه عكسه يعني. فهو يعني زينا كده، بتبقى خساره والله. بتبقى مصدوم يعني، بتبقى عندك شويه كده اللي هو ازاي اصلا مبدئيا بتتضايق من نفسك جدا إذا انك اتخدعت. يعني انا مش ازاي انا كنت فاكر كده والبني ادم ده طلع كده، مع ان انا المفروض اني ذكي ومركز وبعرف انقي صحابي، عندي صحاب كويسين جدا وده واحد منهم. فبتبدا انت دماغك، بس الصحاب مواقف مش كلام. صح، يعني الصحاب حقيقي موقف. طب انت اصحابك بيخلوا بالهم عليك وهم بيعاملوك، لانك بقى زي ما انت قلت انت شخصيه حساسه، وما اعرفش اقدر اسميك كمان شخص، يعني الشخصيه اللي هي دمعتها قريبه ولا لا. لا انت مش ده يعني. ممكن تستخدم العياط في بعض الاحيان، بس دمعتك مش قريبه. لا مش قريبه، بس انت حساس. اصحابك بقى بيتعاملوا معاك بطريقه خاصه، يعني احمد كده ليه طريقه معينه. عارفين قوي. خلاص حفظنا بعض، عارفين طبعا يتعاملوا. يعني انا عندي البيست فريند بتاعي او صديقي يعني من واحنا صغيرين، اسمه ايه؟ هشام. هشام رشود. هو مش محتاج، يعني مش محتاج اقول له انا دلوقتي في، هو ممكن يبقى داخل عليا كده واقرا خلاص انا في ايه. فهو حافظني لدرجه مرعبه، يعني اللي هو عارف ان انا مش عايز اتكلم في الموضوع ما بيتكلمش فيه، بس بيتكلم فيه من غير ما يتكلم.
فعمل بس هو قراك كويس قوي، هو حافظني. بقول لك هم دول الصحاب اللي بجد عادي بقى. مراتك ما بتغيرش منه من علاقتك القريبه دي؟ لا لا خالص، بالعكس دي مبسوط. خلي بالك الواحد لما بيلاقي للبارتنر بتاعه صديق وفي وكويس بيفرق، بيحس انه مش خايف عليها، في حد في ظهرها يعني، وانا مش موجود هيبقى صاحبتها دي. انا عندي واحده صاحبه مراتي برضو بعشقها، بحس ان هي في ظهرها يعني. هي مش لوحدها، فمن كتر ما هم قريبين وصادقين مع بعض جدا. بالظبط. طيب الست الحساسه في العلاقه الزوجيه انا بشوف انها متعبه شويه يعني. انا انسانه حساسه، بس انا برضو بشوف ان انا انسانه ممكن اكون متعبه شويه. كويس انك عارف. انت حقيقه. اتفضلي. شكرا. ممكن اكمل السؤال ولا هتهزق قبل ما اخلصه؟ لا لا اتفضلي. طيب لانها حتى لو انت عاشرت الست الحساسه دي عمرك كله، وعارف انه 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 هي حساسه وبتعرف تتعامل معاها، الا ما تحصل حاجه هي برضو تاثر فيها وانت مش واخد بالك منها، وبتبقى دايما الست الحساسه دي عايزه تتراضى. الحساس ده بيبقى عايز يتراضى ويتطبطب عليه ويتقال له معلش وحقك عليا، فالراجل بيحس ان ده عبء برضو، انها دايما محتاجه ان هو يرضيها ويعتذر لها لما يزعلها، يمكن وهو ما غلطش، يمكن عمل حاجه، اتصرف تصرف، قال كلمه، رزع الكوبايه بشكل، فده اثر فيها. الحاجات دي برضو بتبقى متعبه قوي للراجل. بس ارحم ما يبقى الراجل هو اللي حساس يا هدي. يعني لما تبقى الست حساسه وجوزها بيراضيها تتحسي ان هو تدفق طبيعي يعني، عارفه اللي هو ايه، هو بيحايلها، هو بيراضيها، هي زعلت خدت على خاطرها. لكن لما يبقى الراجل هو اللي قاعده تراضي فيه، ده صعب جدا. ده الميزان هنا مختل. خليني اقول لك حاجه برضو في العلاقه بين اتنين، انه الست هي يعني الست الحساسه، الراجل الامر او خلاص بتمسكي الحاجه اللي هو زعلان منها، هتقدري تسيطري يعني. انتوا عندكم مود سوينجز يعني، ممكن الحاجه اللي زعلتك النهارده ما تزعلكيش بكره، وحاجه تانية تزعلك مكانها. ده حقيقي. فانتوا يعني زعلكم مش كنترولد. ما تقولي ده بيتقمص لما برجع نص ساعه متاخر، الكتالوج بتاعه واضح. بيتقمص لما ما بعملش مش عارف ايه. أيوة. بيتقمص. انت ايه الحاجات اللي بتخليك تتقمص؟ ما تسيبيني بقى كل حاجه انا. ايوه طبعا، انت النجم. بطلت تقمص والله. انت قمص والله. والله انا ما بحبش حد يستغل نقطه ضعفي يعني، ما بحبش ابقى معرفك. وانت ايه نقطه ضعفي؟ الحاجه اللي انتي عرفتيها عني الراجل، فشيتي انا بعشتنا ببعض. ممكن تقيمي ان احمد مثلا ايه، باد لوزر، احمد ما بيحبش بيحب لسانه مثلا كويس، بيعرف يتكلم، بيتعامل مع الست كويس، مش عارف ايه، ده ضد تقييمك. فاهمه؟ هو تقييمك ده بقى لو في حاجه من الحاجات دي انت استغلتيها ضدي، ازعل منك. فاهمه؟ فاهمك. بس دي يعني يو هاف ا بوينت، لانه اي حد هيحس ان حد يستعمل ويك بوينتس بتاعتي يعني، ما حاجه تضايق يعني. انا لو استأمنتك عليا بالظبط، انا بستأمنك، بقول بتعرفيها، بقولها لك عشان في يوم من الايام انت وقت الزعل تستغلها ضدي. طب دي تكسر على فكره، تكسر جزء كبير قوي من العلاقه يعني. صحيح. لانه المفروض ان انا وانت نبقى عشان كده احنا الثلاثه عمرنا ما هنرجع زي الاول. ماشي.